تواصل وزارة الشؤون الإعلام بث الحصص التعليمية المتلفزة على قناة البحرين الرياضية، وقد وفرت الوزارة 4 استوديوهات تلفزيونية لإنتاج الدروس بمشاركة أكثر من 50 شخصا يعملون بشكل متواصل. الزميلة ياسمين السعيد تأخذنا خلف الكواليس للتعرف على الجهود المبذولة لإنتاج الحصص التعليمية المتلفزة. مرحبا مشاهدينا، متواجدين بوزارة شؤون الإعلام حيث يتم تصوير الحصص التعليمية المتلفزة. خلوني أخذكم في جولة نتعرف على الطاقم الكبير اللي يعمل بجهد وإخلاص لإتمام هذه المهمة. تعالوا معنا. خصصت وزارة شؤون الإعلام 4 استديوهات تلفزيونية يعمل فيها حوالي 50 موظف بشكل متواصل من أجل تصوير هذه الدروس. مرحلة التصوير ننتقل إلى مرحلة المونتاج، حيث يقوم فريق مختص بتنقيح محتوى الدروس وأيضاً عمل المونتاج اللازم. بعد الانتهاء من المونتاج تحول المادة لقسم الرقابة ليتم مراقبتها فنياً. ومن ثم إدخالها إلى مكتبة التلفزيون لأرشفة المادة. بعدها يقوم قسم التنسيق بجدولة المواد وأوقات العرض. وأخيراً ننتقل إلى قسم التنفيذ، حيث يتم بث الدروس على القناة الرياضية الثانية. إضافة إلى قسم الإعلام الإلكتروني الذي يقوم برفع الدروس على منصتي اليوتيوب والإنستغرام. ومثل ما شفتوا عملية إنتاج هذه الدروس اللي تمر بمراحل متنوعة وتضم أيضاً طاقم مخلص وكبير من موظفي وزارة شؤون الإعلام من أجل تعلم مستدام. نتمنى لكم التوفيق أعزائنا الطلبة.